الإله الواحد أمين. الخورس اللي ألقى الألحان النهاردة خورس الكنيسة العذراء والأنبا شنودة بعياد بي بشبرا، نحييهم جميعا. الأيام الثلاثة الماضية كان عندنا اجتماع لاهوتي في دير الأنبا بشوي بيننا وبين إخواتنا اليونان الأرثوذكس من أساتذة جامعة تسالونيكي باليونان، وقد حضروا الآن معنا، نحييهم جميعا. حاضر معنا أيضا خمسة من الأخوة المانونايتس وأربعة من ألمانيا وسبعة من فلسطين، وحاضر معنا أيضا الأستاذ الدكتور عميد الدراسات الإسلامية دكتور صديق يعقوب بطرابلس بليبيا، يحنيه جميعا. حاضر معنا أيضا عميد كلية السوريان الأرثوذكس للاهوت بأنطلينا، بل إننا نشعر تماما إننا وهم إيمان واحد في كل شيء، ونحن نرجو أيضا أن يأتي قريبا الوقت الذي نستطيع أن نصلي فيه على مذبح واحد ونتناول من مائدة مقدسة واحدة بصلواتكم جميعا. في الواقع أن هؤلاء الأساتذة اليونان قد درسوا كثيرا من أولادنا الذين أرسلناهم إلى الخارج ومن الآباء أيضا، فقد تخرج من عندهم الدكتور موريس توادروس، كان تلميذهم هناك، وأيضا كان من تلاميذهم في تسالونيكي نيافة الأنبا باسيليوس مطران القدس المتنيح، وأيضا من تلاميذهم الدكتور رشدي حن، وأيضا من تلاميذهم ثلاثة موجودين معنا، الأستاذ جوزيف والأستاذ ناجي إسحاق اللي ترجم والأستاذ مجدي اللي بيدرس اللغة اليونانية عندنا. وأنا قلت لكم قبل كده إن إحنا جايز يعني لا نستريح للبعثات الخارجية في بعض بلاد الغرب غير المستقرة في عقائدها، ولكننا نستريح جدا إلى الكنيسة اليونانية عندما نرسل أولادنا، نشعر أنهم هيتعلموا تعليم أرثوذكسي سليم. حاليا ودينا أحد المعيدين في الكلية الإكليريكية الأستاذ رشدي واصف عشان يدرس هناك، وبمعونة ربنا ممكن نبعث ناس تانية. نخش في اجتماعنا. واحد بيقول هل صحيح هناك اعتقاد بأن روح الإنسان المنتقل اللي بيموت يعني روحه تحيط بجسده ثلاثة أيام بعد خروجه منه، وهناك من يقول بأنها تصعد بعد حدوث الوفاة مباشرة، أيهما أصح؟ احنا عندنا تعليم الكتاب المقدس، تعليم الكتاب المقدس في آيتين، آية كلكم تحفظوها في لوقا 23-43، المسيح لما قال للص اليمين اليوم تكون معي في الفردوس، ما دام اليوم يبقى مش يقعد 3 أيام. تاني آية موجودة في سفر الجامعة إصحاح 12 آية 7 بيقول على حالة الوفاة يرجع التراب إلى التراب وترجع الروح إلى الله معطيها.
لكن هتتجول تعمل ايه؟ ما هي خرجت من الجسد، هتقعد تتفرج عليه وتقول يا اللي سايبك ومش هرجع لك تاني. وبعدين بيقول صاحب السؤال، بيقول سؤال تاني: قرأت في كتاب اسمه استعد للرحيل، ما مضمونه؟ ان الانسان المنتقل يعني الميت يكون في حالة شعور بما يدور حوله ولكن لا يستطيع التعبير عما يحدث. طبعا الروح تكون في حالة شعور، لكن الجسد الميت مش في حالة شعور. يعني الروح لما تيجي تخرج حاسة بكل حاجة حواليها، لكن الجسد طبعا لا. واحد بيتكلم على عيد رأس السنة، وهل يجوز فيه شرب الخمر والبيرة والفرح أو الخطوبة يتحول لمهرجان؟ لا يا حبيبي، أنا هقول لك إحنا بنحتفل برأس السنة إزاي، وكلكم عارفين عيد رأس السنة بالنسبة لنا كلنا بنجتمع في الكنيسة، ويظل الشعب في صلوات وتراتيل لغاية نص الليل بالظبط، الساعة 12 بالظبط تصمت الكنيسة، وكل واحد يصلي في سره علشان يبقى أول واحد كلمه في العام الجديد هو ربنا، يكون ربنا أول واحد اتكلم معاه في العام الجديد. وبعدين نقضي بقية الليلة في صلاة، ويتعمل القداس والناس يتناولوا ويخرجوا، وتبقى بداية مقدسة لسنة مقدسة. دي الطريقة اللي بنعملها، وأنا معاكم أديني بقالي 22 سنة باستمرار. الكنيسة مش الكنيسة دي، كل الكنائس عندنا ليس في القاهرة فقط ولا في الإسكندرية فقط، إنما في كل كنائس القطر الناس مليين الكنائس، بيقضوا الليلة كلها في صلاة. أما إذا وجد بعض من المنحرفين اللي بيقضوا الليلة في اللهو والمتعة العالمية، فدول مجموعة غير متدينة بعيدة عن الكنيسة. لكن كل إنسان متدين مرتبط بالكنيسة بيقضي ليلة رأس السنة في الصلاة حتى الصباح الباكر، وكلكم تعودتوا على كده، يعني مش حاجة جديدة عليكم. سؤال: هل كل إنسان بيولد بموهبة، وهل يوجد إنسان بدون موهبة؟ ربنا بيدي كل واحد حسب جود الله وكرمه، وزي ما ورد في رمية إصحاح 12: حسبما قسم الله لكل واحد نصيبا من الإيمان. واحد بيقول: هل بعض الأمراض المستعصية نشأت من مس أرواح شريرة انتقلت إلينا من العالم السفلي؟ لا يا ابني، لا، الأمراض على أنواع كثيرة. في أمراض بالوراثة، وفي أمراض نتيجة ميكروبات أو نتيجة إهمال أو نتيجة حوادث، لكن كله من العالم السفلي؟ لا، مش معقول الكلام ده. لا 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 لا. بيقول: هل تأتي هذه الأرواح المكروبة اللي ماتت في حادثة ولا في قتل فجائي
ولا في المواصلات لتنتقم من عالمنا، انت هيخوفوك بالعفاريت ولا ايه؟ خليك جامد، ولا ارواح تقدر عليك ولا حاجة ابدا. لا لا لا، الارواح شوفوا في قصة ايوب الصديق، الشيطان لم يستطع ان يضرب ايوب باي ضربة الا بعد ما اخد اذن معين من ربنا. الشيطان ليس قوة طاغية، الشيطان برضو مخلوق من المخلوقات. نحن لا نؤمن بإله للخير وإله للشر، لا يوجد إلا إله واحد فقط. أما الشيطان فخليقة من خلائق الله وتحت ضبطه، يعني يقدر يمنعه ويوقفه عند حده، وما يقدرش يعمل حاجة إلا بالسماح. سؤال أوله، أرسلت أكثر من مرة، يعني في خطية، وكل خطية بتبعدني عن التناول. ليه تبعدك التناول ما دام مرت عليها مدة طويلة ولا تعيشين فيها؟ وبدون إرادتك ممكن تتناولي وربنا يكون معاك. واحد يقول أرجو الإفادة إذا كان سيتم عمل محاضرة في الأسبوع القادم الأربعاء 5/1، ده تاني يوم هنصلي صلاة العيد، وغالبا الستات بيكونوا بيحضروا اليوم العيد من اليوم السابق ليه، وهنيجي نلاقي غالبية الستات، يعني طبعا مش كلكم، يكونوا مشغولين، فنخليها الأسبوع الجاي أجازة عشان العيد. سؤال، أمر الآن بفترة فتور روحي مخيف، وذهبت إلى أبونا لكي أعترف لكن لم يعطني حلا لحالتي. كفاية تأخذ الحل، أما الحل فممكن أي مرشد روحي أو من الكتب الروحية. واحدة بتقول أرغب في الرهبنة، ولكن أبي وأمي يردان بأنهم يثبتوني في الدنيا ويعملوا لي شقة تقعد فيها لوحديها، يعني بدل ما تروح الدير يعملوا لها شقة. ما جايز يعملوا لك شقة وبعدين يقولوا لك كون حط في الشقة عريس، ومين عارف؟ يعني خطوة 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 خطوة. واحد بيقول أحيانا يطلب مني الوعظ في الجنازات ولا أعرف ما هي طريقة العظات. طبعا هو هتقول كلمة تعزية، وممكن في الجناز تتكلم على الحياة الأخرى، وتتكلم على ان الموت ليس نهاية حياة انما هو بداية حياة افضل، وتتكلم على العالم الاخر وايه الامجاد اللي فيه. بس مش عايز اكتر في الموضوع ده، احسن تقولوا عايزين نموت ولا حاجة. لا، ربنا يطول في عمركم. اتكلم كلام كويس كده تعزي به الناس. واحد بيسأل بيقول هل العنف هو القتل فقط ولا توجد أنواع من العنف؟ لا، في أنواع كثيرة من العنف. في عنف أعصاب زي الإنسان اللي بيغضب وبيثور وبيضج إلى آخره، وطبعا العنف الجسداني هو اللي بيكون فيه ضرب، فيه صياح إلى آخره. وفيه عنف إهانة زي الشتيمة والتحقير والتهكم، وفيه عنف في العقوبة زي الناس اللي بيعاقبوا عقوبات شديدة، وفيه عنف في الحرب زي القتل والحاجات دي،
ونوعيات السلاح والأسلحة الكيميائية والأسلحة التي تسبب فناء زي الأشياء المحرمة، وفي عنف في الجريمة زي الإرهاب والتعذيب والحرق والتخريب إلى آخره، وفي عنف في الشهوات زي الجشع والحسد، وفي عنف حتى في المناقشة، تلاقي المناقشة تتحول إلى جدل وإلى خناقة وإلى مسألة شخصية إلى آخره. في أنواع كثيرة من العنف. سؤال بيقول لماذا نخلع الحذاء عندما ندخل الهيكل وفي كنائس لا تخلعه؟ أولا الهيكل مكان مقدس، وعندنا في خروج إصحاح 3 ربنا قال لموسى اخلع حذائك من رجليك لأن الموضع مقدس، وفي قصة يشوع بن نون برضو نفس الوضع. وكمان احترام للهيكل واحترام للأسرار المقدسة، وعشان ما تشعرش ان ده مكان عادي. نكتفي بالأسئلة دي وقولوا لنا الترتيلة بالترتيب. عايز اخش عام جديد. في بعض الناس يقول أنا عايز أبتدي العام بالتوبة، ده بالنسبة للأشخاص العاديين، لكن الأشخاص الروحيين يقولوا أنهم عايزين يبتدوا العام بالنمو الروحي، ينمو درجة فوق درجة لغاية لما يصلوا إلى وضع فوق كده بكتير. بمناسبة التوبة عايز أقول لكم إن في شياطين ممكن نسميهم شياطين رأس السنة. عارفين يعني إيه شياطين رأس السنة؟ يعني واحد يعزم على إنه يمشي صح من أول العام الجديد، فيجيله شيطان يعكنن عليه يتعبه علشان يوقعوا في اليأس ويقول له ما فيش فايدة، انت في ايدي انت في ايدي، انا اقلك من ايدي اليمين لايدي الشمال لكن تخرج من ايدي لا. دول شياطين رأس السنة. يكون الواحد في الكنيسة ومتناول واخر روحيات، يخرج بره الكنيسة يلاقي حد يعكنن عليه يقول ما فيش فايدة. احترس من شياطين رأس السنة، خليك قوي في قلبك وقول مهما الشيطان حاربني أنا مش ممكن هستسلم ليه، وتجاربه معروفة. عايزكوا كمان في رأس السنة تبتدوها بحياة الشكر لربنا، الشكر لأنه ستر عليك في العام الماضي، والشكر لأنه أعطاك عام جديد تعيش فيه. تشكر ربنا على المشاكل اللي حلها ليك وعلى المشاكل اللي ما خلهاش توصل ليك، يعني أنت مش عارف لأنه ما سمحش إنها توصل إليك. يعني في مشاكل نجاك منها وفي مشاكل أبعدها عنك. تعترف بخطاياك في العام القديم كله وما تتذكره من الأعوام السابقة، خطايا الفكر، خطايا الحواس، خطايا العمل، خطايا الكلام، خطايا في علاقاتك مع الناس، خطايا في علاقتك مع نفسك، خطايا في علاقتك مع الله. تعترف بكل حاجة وما تنسهاش،
يا ريت تفتكر العبارة اللي قالها القديس الأنبا أنطونيوس، قال: إن ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله، وإن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله. لكن لا تتذكر الخطايا الانفعالية والشهوانية بطريقة تجعلها ترجع إليك، يعني تفتكر خطية كاسم لكن ما تخشش في التفاصيل. ابتدي العام الجديد بروح من التفاؤل. في الروحيات يسموها الرجاء، يعني انك عندك امل ان ربنا يخلي كل حاجة ماشية سليمة وكويسة. في العام الجديد احترس من اخطائك الثابتة، الاخطاء اللي بتتكرر باستمرار وتكاد ان تصبح جزءا من طبعك او من طباعك، تشدد عليها جدا. يا مناس بيمر عليهم اعوام ونفس الخطية هي هي، ونفس الطباع هي هي، ونفس الشخصية هي هي. طب ايه الجديد يعني عشان يبقى عام جديد؟ والواحد فينا يبص للناس دول يلاقيهم هم هم، لم يحدث اي تغيير في طبعهم. حاول انك تعرف ايه الاخطاء الثابتة فيك، وتحاول انك انت تغيرها، تتخلص منها. لا تظن ان هذا صعبا، كل حاجة عند ربنا سهلة. الاخطاء الثابتة اللي عندك تدل على ان حياتك لا توجد فيها توبة، لان التوبة معناها انك بتتغير وتتغير الى افضل، لكن ما دام انت زي ما انت يبقى مفيش توبه. يا ريت في العام الجديد تنظم وقتك اكتر من كده، بحيث يكون عندك وقت للجلوس مع نفسك ووقت للجلوس مع الله، بحيث يكون لك خطه روحيه تمشي عليها في العام الجديد. تقيم حياتك تقييم كامل. يا ريت بالنسبة للحياة الروحية لا تهتم فقط بمقياس الطول، إنما أيضا بمقياس العمق. مقياس الطول يعني ما تفتكرش صلواتك قد إيه طولها، وإنما قد إيه عمقها. عمق الصلاة يعني الصلاة تكون بإيمان، تكون صلاة بحب، تكون صلاة بخشوع، تكون صلاة بانسحاق قلب، تكون صلاة بفهم بعمق. كذلك في الصوم ما تاخدش النواحي الجسدانية، إنما خد أيضا النواحي الروحية. مش بس الجسد يصوم، إنما النفس أيضا تصوم. مش بس الجسد يمتنع عن الأكل، إنما الجسد يزهد في الأكل. مش بس تأكل أطعمة صيامي نباتية، وإنما ما تشتهيه من هذه الأطعمة النباتية لا تأكله أيضا. الصوم ما يكونش مجرد الجسد بيمتنع، إنما يكون في ضبط للنفس، وتاخد ضبط النفس وتتطور بيه. عايز السنة الجديدة دي تكون سنة بروح أخرى، تشعر إن حياة جديدة أنت بدأت تعيش فيها، تشعر إنك أنت في عام 94 لما يحيينا ربنا ليه تكون أفضل من عام 93 بكتير، تشعر إنك تغيرت.
ده الحاجة اللي بنقولها بالنسبة لحياة التوبة. التوبة هي ترك الخطية، وترك الخطية دي ناحية سلبية، لكن في نواحي إيجابية إنك أنت تسلك في حياة الروح. النواحي الإيجابية دي إنك تمتد في حياة الروح إلى غير حد، زي ما بيقول بولس الرسول: أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. بولس الرسول اللي تعب أكثر من جميع الرسل، بولس الرسول اللي خدم في أورشليم واللي خدم في بلاد اليونان وفي جزر الأرخبيل واللي خدم في إيطاليا واللي أسس كنيسة روما واللي صعد للسماء الثالثة. بولس الرسول هذا بيقول: لست أحسب أني قد أدركت أو نلت شيئا، ولكني أسعى لعلي أدرك، أنسى ما هو وراء وأمتد إلى قدام. ما يقصدش ينسى ما هو وراء يعني ينسى خطايا، لا، يعني ينسى الفضائل اللي عاش فيها من أجل إن هو بيفكر في فضائل أكبر، ينسى التعب الكبير اللي تعبه من أجل ربنا من أجل إن هو يمتد في تعب أكتر. ده الإنسان اللي عايز يسلك في حياة روحية، يمتد إلى قدام باستمرار. أنتم مدعوون إلى حياة القداسة. زمان كان كل مؤمن يسمى قديس. بولس الرسول يقول: سلموا على كل قديس في المسيح يسوع. بطرس الرسول يذكرنا بقول الرب: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. إذن أنت مطالب بحياة القداسة عشان تعيش فيها. المؤمنين كلهم كانوا قديسين. حياة القداسة دي ما تنتهيش. أنا أضع أمامكم بعض آيات وكل واحد يقيس نفسه ويقيم حياته بالنسبة لهذه الآيات. آية منهم مش من العهد الجديد لألا تقولوا ده صعب علينا في السمو بتاعه، لا، دي من العهد القديم وتكررت في العهد الجديد: تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل نفسك، من كل قدرتك. كما تجدها في متى 23 تجدها في تثنية 6:5. سفر التثنية ده من أسفار موسى. مين فيكو بيحب الرب من كل قلبه ومن كل فكره ومن كل قدرته؟ ده من كل قلبك يعني ما يكونش في قلبك حاجة تانية غير ربنا بس، يعني تنسى كل شيء وتفتكره وتترك كل شيء وتتعلق بيه. مين بيحب ربنا من كل قلبه ومن كل فكره؟ يحب واحد زي داود النبي اللي قال: محبوب هو اسمك يا رب فهو طول النهار تلاوتي.
هل أنت عندك هذه المحبة؟ هل كنت ماشي فيها في العام الماضي؟ هل تقدر تمشي فيها في العام الجديد؟ هل علاقتك بربنا علاقة حب ولا علاقة رسميات ولا علاقة مجرد طاعة بتطيع قوة جبارة أنت مش قدها؟ إيه علاقتك بربنا؟ تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل قدرتك. أدي آية قيس عليها حياتك. آية تاني، امتلئوا بالروح. مين فيكو قدر يمتلئ بالروح؟ يمتلئ من عمل الروح فيه، ما يخليش شيء من عمل الروح ناقص في قلبه. قيس حياتك بالآية دي. طب نشوف آية تاني هتمشي فيها ازاي. في أفسس 3 بيقول وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. إيه دي؟ يعني لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله. يعني تمتلئ إلى كل محبة الله، كل ملء هذه المحبة تكون موجودة في قلبك بحيث إن الله يملأك كلك، لا يترك فيك جزءا بسيطا للعالم لأي شهوة أخرى. فين اللي احنا وصلنا له؟ فين دي؟ بلاش دي، خدوا آية مشهورة، آخر آية في متى إصحاح 5، متى 5:48، كلكم حافظينها، مفيش واحد فيكم مش حافظ. كونوا كاملين كما إن أباكم الذي في السماوات هو كامل. هو أنت بس تقيس نفسك إنك ما بتعملش خطية؟ ما بتقعش 7 مرات كل يوم؟ فين الكمال اللي انت ماشي فيه؟ كونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل. اذا حياة القداسة مش كفاية عليك، ده انت لازم تصل الى حياة الكمال. تقول لي لا كامل الا الله وحده، اقول لك ده الكمال المطلق، لكن الكمال النسبي نسبة لما عندك من قدرة ونسبة لما تعطى من نعمة، في كمال تصل إليه. التلميذ الصغير في ابتدائي لما ياخد 20 من 20 في الحساب بنقول أخذ نمرة الكمال. فأنت برضو في كمال تقدر عليه. كمال يعني لا يوجد نقص في حياتك. طب ما دي آية أنت مطالب بها، لا يوجد نقص في أي شيء، لا في علاقتك بالله ولا في علاقتك بالناس ولا في علاقتك بنفسك. كونوا كاملين. أنا خايف نقيم أنفسنا نجد إننا لا شيء، لا شيء. إيه اللي بنعمله؟ قاعدين بس نقع ونقوم ونقع ونقوم ونطب ونقب زي ما بيقولوا. طب وبعدين ما هي الخطوات اللي انت ماشي فيها ناحية الكمال؟ عمرنا على الأرض محدود، وبقدر ما نسلك على الأرض
بقدر ما تكون المكافأة بتاعتنا في السماء. ما مدى أمانة كل واحد فينا لنفسه؟ بلاش أقول أمانتك من ناحية الله أو من ناحية الناس، إيه أمانتك لنفسك؟ أمانتك من جهة نظرك إلى أبديتك، من جهة نظرك إلى مستقبلك في السماء، أمانتك من جهة طهارة شخصيتك، من جهة قداسة سيرتك، من جهة حلاوة ألفاظك، من جهة نقاوة فكرك. إيه الأمانة بتاعتك؟ ماشي فيها إزاي؟ كيف تسلك؟ لابد أنك أنت تنمو في حياتك باستمرار، لأن النمو هو أسلوب القديسين. إن لم تنمو هتقع في الفتور، مفيش حد واقف كده، لا تمشي قدام لا ترجع ورا. أنا اديتكم مرة لما كنت بتكلم على الموضوع ده مثل عن الشجرة اللي كل يوم والتاني تلاقيها بتعلو، أو المثل اللي قاله ربنا يسوع المسيح في مرقس إصحاح 4، بيقول إيه؟ هكذا ملكوت الله كأن إنسانا يلقي البذار على الأرض وينام ويقوم ليلا ونهارا والبذار يطلع وينمو وهو لا يعلم كيف، لأن الأرض من ذاتها تأتي بثمر، أولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملآن في السنبل. تنمو باستمرار، ترمي بذرة تلاقيه بعد شوية تطلع الأرض بقت حتة عشب، بعدين بقت ساق، بقى فيها سنابل، بقت مليانة قمح، بتنمو. ما مدى نمو حياتنا الروحية؟ في كل حاجة، محبتنا لله، ما مدى نمو محبتنا لله؟ هل نحن نعيش في مخافة الله أم نمونا من المخافة إلى المحبة؟ المخافة أول الطريق، بدء الحكمة مخافة الله، لكن المحبة نهاية الطريق. هل إحنا بننمو ولا لسه في المخافة؟ ولا ما عندناش مخافة الله وبنخطئ كل يوم؟ إيه حياتنا؟ وهو الإنسان اللي ما عندوش مخافة الله بيقع في الخطية، زي ما إبراهيم أب الآباء في قصته مع أبي مالك لما قال عن سر إنها أخته، قال أنا قلت في نفسي إن هذا الموضع لا يوجد فيه مخافة الله فياخدوها ويقتلوني، قلت إن هذا الموضع لا يوجد فيه مخافة الله. هل أنت عندك مخافة الله ولا نموت من المخافة إلى المحبة، ونموت من المحبة إلى الكمال؟ ده أنت لو وصلت إلى الكمال لا تستطيع أن تحتمل دقيقة واحدة تكون فيها بعيد عن ربنا، تبقى هذه الدقيقة ثقيلة على نفسك جدا مش قادر تحتملها. هي السنة الجديدة يعني مجرد نفرح ونسر وخلصت؟ ده أنت تفرح وتسر لما ربنا يسكن جواك، تفرح وتسر لما تدخل في شركة الروح القدس ويبقى كل عمل تعمله مشترك معاك روح ربنا. طب خد هذا الاختبار واسأل نفسك، كل عمل بتعمله بيشترك روح الله معاك فيه؟ كل كلمة بتنطقها بيكون روح الله بينطق على لسانك؟ كل عمل تعمله
لا يوجد في داخلك شيء يبكتك عليه. ده العام الجديد. انت ان شاء الله تروح الملكوت بعد عمر طويل، لكن هل دخلت في مذاقة الملكوت من الآن؟ يعني ابتديت تدوق الملكوت من دلوقتي، زي ما داود بيقول ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. هل انت ابتديت تستطعم الحياة مع ربنا وتجد فيها لذة أزيد من لذة العالم؟ هل انت في مرحلة التغصب بتغصب نفسك على الحياة الروحية، أم دخلت في لذة الحياة الروحية وأصبحت الروحيات تلقائية عندك، تعملها بطريقة طبيعية تلقائية دون أن تبذل مجهود؟ هل وصلت إلى الوضع اللي بيقول فيه يوحنا الرسول عن المولود من الله، بيقول لا يستطيع أن يخطئ، لا يستطيع، ما يقدرش يغلط، لا يستطيع أن يخطئ. يعني لا يستطيع أن يخطئ؟ زي إنسان بار في كلمات وحشة ما يقدرش ينطقها ببقه، يقول ما أقدرش أقول الكلمة دي. نظرة شريرة يقول ما أقدرش أبص النظرة الشريرة. يسرق من حد يقول ما أقدرش أسرق. كذلك لما ينمو في الروحيات يجد حاجات كتيرة ما يقدرش يعملها. أنا عايز ربنا يكون معاك أول واحد تبتدي به العام الجديد، وتدريب روحي ياريت نمشي فيه كلنا، وسهل مش صعب. يعني قل لنفسك أنا هدي لنفسي تدريب في العام الجديد إن كل يوم أول واحد أكلمه في اليوم يكون ربنا. لا أكلم لا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا زوج ولا زوجة، أول واحد أكلمه ربنا. حتى لو صحوك من النوم وكنت نعسان ما تقول لهمش أيوه حاضر أديني صحيت، لا، في فكرك كده يقول أشكرك يا رب إنك مررت الليلة دي على خير، وإعطيني يا رب يوم جديد مبارك صالح، وبعدين تقول لهم متشكر. المهم تقول الكلمة دي في مخك. أول واحد تكلمه في اليوم هو ربنا، وبعدين تقول مش بس أكلمه وإنما أطول الكلام معاه شوي. ليس فقط تكلم الله إنما تطول الكلام معاه شوي. هتلاقي اليوم اللي تبتدي به ربنا تنكسف تغلط فيه، تقول ده انا لسه بكلم مع ربنا، مش معقول، نلايمها شويه. ادي الحكايه، تدريب بسيط. وتقول كما ابتدي به اليوم انهي به اليوم، ويبقى الله هو الاول والاخر في كل يوم. صحيح الاول والاخر بالنسبه لربنا يعني الازل والابد، لكن ناخدها على قدنا، يكون هو الأول في كل يوم والآخر في كل يوم، تبدأ به اليوم وتنهي به اليوم. ده تدريب تقدر تعمله. ده احنا في بدء في صلاة باكر بنبتدي الإنجيل من يوحنا إصحاح واحد، نقول في البدء كان الكلمة والكلمة. طب خليه في البدء، في بدء يومك، مش في البدء يعني الأزل، خليه في بدء يومك. تقول مش بس ربنا أبتدي به اليوم، إنما ربنا أبتدي به كل لقاء قبل ما تقابل أي حد،
في سرك كده وتقول يا رب اجعل هذا اللقاء ناجح وبارك فيه واعطيني الكلمة الكويسة اللي قولها وما تخلينيش اغلط في الكلام الى اخره. لما تيجي تشتغل وانت هتبتدي شغلك تبتدي بربنا برضو في الشغل، تبتدي بربنا في الخدمة، زي ما بتبتدي بربنا حتى في الأكل والشرب، بتصلي قبل ما تاكل. خلي ربنا يصاحبك ماشي معاك، قل له يا رب احنا عايزين نمشي سوا في طريق الحياة، احط ايدي في ايدك ونمشي سوا في السكة، ومش هعمل حاجة غير اللي انت توافق عليه، ونكون شركاء في العمل. تقدر تعمل اتفاقية مع ربنا في العام الجديد وتقول له نبقى شركاء في العمل؟ حاول ادخل في شركة مع الله في كل عمل، في كل كلمة، في كل فكر. حاول انك انت تنمو في حياتك، تنمو في المعرفة، تعرف ربنا معرفة مظبوطة، مش تعرف ربنا تقولوا مين ما يعرفش ربنا، كلنا نعرف ربنا ونعرف ان الله هو الخالق والله هو القادر على كل شيء. ده الكلام ده الموجود في الكتب. أنا عايزك تعرف ربنا معرفة تاني، أجيب لك نوع من المعرفة. يعني تعرف إن ربنا شايفك وسمعك، يا ريت تاخد بالك من دي، شايفك وسمعك، كل حاجة بتعملها هو شايفها وكل كلمة بتقولها هو سامعها. وتعرف إن ربنا هيحاسبك. تعرف ان ربنا بيحفظك وبيعينك فما تخافش. الانسان الذي يخاف لا يعرف الله، لا يعرفه كمعين وحافظ. والانسان الذي يخطئ لا يعرف الله كقدوس وشايف كل حاجة. والانسان اللي يشك لا يعرف الله. يبقى اللي يعرف ربنا ده لازم يكون ماشي تماما. خلي ربنا هو موضوع حياتك، يعني مش بس ربنا اللي موجود في الكتب المقدسة، لا، ربنا اللي موجود في حياتك. حاول تعيش معاه وتنمو معاه. كن أمين لحياتك الروحية، كن أمين في الحاجة اللي تقدر عليها، ربنا يساعدك في الحاجة اللي ما تقدرش عليها. واحد يقول ساعات بحلم أحلام غلط، أقول له خليك أمين لربنا في أفكارك في اليقظة، أم ربنا يحفظ أفكارك في الأحلام. تقول لي وصية ربنا بتاع أحبوا أعداءكم وصية صعبة جدا، إزاي الواحد يحب أعداءه؟ أقول لك خليك أمين في محبة أصدقائك، وأمين في محبة أقربائك، ثم أمين في محبة جيرانك ومواطنيك، وبعدين تلاقي نفسك ربنا أعطاك إنك تبقى أمين في محبة أعدائك. إزاي؟ هتشعر إن لا عدو لك إلا الشيطان وحده، أما بقية أعدائك من البشر دول مساكين ويحتاجوا منك لصلاة، وتلاقي ابتديت تنفذ صلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. ابتدي اسلك في اللي تقدر عليه، اسلك في اللي تقدر عليه.
تقول له يا رب أنا هكون أمين ليك من جهة الحواس، فربنا يعطيك الأمانة في الفكر. تقول له أكون أمين ليك في الفكر، يقول لك وأعطيك الأمانة في القلب والعاطفة والشهوات. تقول له أكون أمين ليك على الأرض، يقول لك هخليك أمين ليا في السماء. امشي على قد ما تقدر، على قدر طاقتك تعيش مع ربنا. عارفين في الجيش اللي يجي يقولوا لازم الجندي يحارب، الضابط يحارب إلى آخر طلقة وآخر رجل، وهنت برضو تقول له كده أنا هحارب حروبي ضد الشر إلى آخر حاجة في قوتي، أبذل طاقتي على قدر ما أستطيع. حاول إنك أنت تنتصر في حياتك وتغصب نفسك على عمل الخير. هيجي وقت تعمل عمل الخير بمحبة وبرغبة قلب وتكون ماشي كويس. حاول إنك تنقي حياتك من الأشواك اللي موجودة. حاول إنك تعيش في بيئة نقية على قدر ما تستطيع. ابعد عن البيئة الشريرة اللي تقدر عليها، فربنا لما يلاقيك كده يبعد عنك البيئة الشريرة اللي انت مش قادر عليها. قل له يا رب أنا لا أخونك وهبذل كل جهدي من أجلك. انمو في معرفة ربنا، انمو في محبة ربنا، انمو في الخدمة، انمو في الصلاة، انمو في القراءة، انمو في التدريب الروحية. حاول تخلي حياتك نمو باستمرار. لما تيجي تعترف أمام الكاهن ما تعترفش بس بالخطايا، إنما اعترف أيضا بعدم نموك إن كنت لا تنمو. قل له يا ابونا أنا شايف إن حياتي واقفة، ما بمتدش لقدام أبدا. وإن كنت بتمتد لقدام قل له شايف نموي بطيء، عايزه يزيد عن كده شوية، لكن حياتك السنة الجاية تبقى صورة بالكربون من السنة دي. الحكاية دي لا ترضي الله ولا ترضي ضميرك ولا ترضي الكنيسة. لما الكنيسة تنمو يبان عليها النمو. لما أنت تنمو في ثمار الروح ربنا يعطيك مواهب الروح. لما تنمو في ثمار الروح ربنا يديك مواهب الروح. لما تنمو في الفضيلة اللي تقدر عليها ربنا يديك المواهب التي لا تقدر عليها. لكن تعيش كده واقف ازاي الكلام ده؟ تنمو في خدمتك للآخرين سواء في العدد أو في العمق، في عدد الذين تخدمهم أو في عمق روحيات الذين تخدمهم. ده النمو. لكن نقف عند وضع مش هو ده المطلوب أبدا، مش هو ده المطلوب. لما أنت تكون أمين لربنا في فضائل الجسد يعطيك الله فضائل الروح. خليك ماشي في نمو مستمر لكي تصل إلى ما يرجوها الله ليك من نعمة. نكتفي بكده وتفضل نصلي. Oh,
الرحيم والدة الإله الطاهر القديسة مريم وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء الشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة كل حين وبركة ملائكة هذا اليوم الطاهر وبركة هذا الصوم الميلادي البتولي وبركة القديس ماري مرقس وقديس الأندلويس وجميع قديسي هذه المنطقة وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا بركتهم المقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم فلتكن معنا كلنا أمين بخريستوس منهم آمين. يقولوا أنتك يكيني ولادة الكريمة سمينانا الكريمة لكالوغنا نقول جيسو تدقون نبيون التزعون في أمان الشريع أمين. اللهم جعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبا السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر لمن عدا المسلمين إلينا ولا تدخلنا في الكفر لكن نجينا في الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوه. محبة الله الآب ونعمة ابنه الرحيم وشركة موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم وتمدوا بالسلام سلام ربكم معكم. نتقابل إن شاء الله السنة الجاية.